السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد اللي بيدور على عربية تويوتا كورولا، أنا بقدم لكم دلوقتي ثلاث عربيات بثلاث ألوان مختلفة. العربية اللي معانا الأولانية دي باللون الأبيض، وقبل ما نكمل الفيديو زي ما حضراتكم شايفين أنا بعرض كل يوم العربيات الجديدة والمستعملة على قد ما أقدر. دوس علامة الاشتراك علشان يجي لك كل جديد، واضغط الجرس. وادي العربية التانية باللون الأحمر، والتالتة باللون الأسود أو الفئة. انا بشكر طبعا كل اخواتي المحترمين اللي بيدوسوا علامة اشتراك وبيضغطوا لايك وبيكتبوا لي كومنت علشان دايما ان تفضل القناة محرك البحث الممكن. العربيات طبعا التويوتا كورولا معروفة ان هي عربيات قوية بمواتير قوية 1600 سي سي، ومن افضل عربيات السيدان الموجودة في السوق المصري من زمن، وعربيات مش مكلفة لا في الصيانة ولا في قطع غيرها. طبعا موجود في معرض سيارات عبد الله في 30 شارع احمد عرابي، جميع انظمه التقسيط الممكنه، بنوك وشركات. تقدروا تزوروا المعرض من الساعه 10 صباحا للساعه 10 مساء. اي عربيه انت محتاجها حتى لو مش تويوتا موجوده ان شاء الله عندهم عربيات مستعمله وزيرو كتير. شكرا ليكم ولدعمكم، وشكرا لكل واحد بيشترك علشان يدعمني. انا ما باخدش حاجه لا من الزبون، وبعرض كل شغل المعرض ده لوجه الله عشان خاطر الناس تستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.